إذا لمناقشة ملف بحث مجلس الأمن الدولي قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد. أستاذ زياد، مرحبا بكم. لنبدأ من بيان لمنظمة أمنستي حيث تقول إن تجديد المساعدات يجب أن يكون لعام واحد، وذلك لتجنب كارثة إنسانية في الشمال السوري. هنا السؤال المطروح أستاذ زياد، ما تأثير المدة الزمنية المتعلقة بآلية إدخال المساعدات على الوضع الإنساني في سوريا؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا يعني جرت العادة منذ عام 2014 إلى يومنا هذا أن يتم التصويت على قرار إدخال المساعدات لمدة 6 أشهر بضغط الروسي، وبالتالي فأمنستي تريد وتطلب من العالم أن يكون هذا يعني هذا السماح لمدة عام كامل. تعلمون أنه عندما تنحصر المدة في 6 أشهر وتتناقش الدول التي لها السيطرة في إدخال المساعدات أو منعها، فهذا يجعل الدول والمساعدات في حالة إرباك مستمر. لذلك أمنستي تقول أنه يجب أن يكون هنالك سماح لعام كامل حتى تعرف الدول والمانحة وترتب أمورها لإدخال المساعدات، لأن هؤلاء المساكين الذين يعيشون في مخيمات يعني يعتمدون على هذه المساعدات. فكل 6 أشهر تتم مناقشة إدخال المساعدات في مجلس الأمن، والروس والنظام السوري يعني بإيعاز من النظام السوري يحاول عرقلة إدخال هذه المساعدات. لذلك فطلب أمنستي طلب مشروع لكي يستطيعون تأمين المواد الغذائية والمواد الضرورية الإنسانية إلى سكان المخيمات، فهذا أمر يعني تعمل عليه أمنستي وتحاول أن تطلب من الدول الفاعلة في السماح لمدة عام كامل وليس لمدة 6 أشهر. أستاذ زياد، على مدار السنوات الماضية فرضت موسكو والنظام السوري في دمشق شروطهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى المناطق الشمالية في سوريا، ولكن من الملاحظ أن المجتمع الدولي قد خضع لهذه الشروط، ما السبب في ذلك أستاذ زياد؟ لا شك يعني السبب واضح، وهو أن المناقشة تتم في مجلس الأمن وهنالك تصويت على هذا القرار، والروس يمتلكون يعني صوتا بإمكانهم أن يمنعوا صدور هذا القرار. لذلك تحاول الدول التي تتواجد معه في مجلس الأمن أن ترضي موسكو، وموسكو دائما تفرض شروطها. كما قال تقريركم في عام 2014 كان هنالك 4 منافذ لدخول المواد الغذائية، ولكن في عام 2020 روسيا قررت أن يكون هنالك معبرا واحدا، وامتلاك روسيا لصوتها وحق التصويت في مجلس الأمن جعل هذه الدول ترضخ لما تريده روسيا بهذا الأمر، وفرضت حقيقة شروط كثيرة. يعني فرضت عندما قررت أن دخول المساعدات يتم عبر باب الهواء، فرضت أن تكون هنالك رقابة على البضائع التي تدخل إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهواء، وطلبت من أن يتم تمويل مشاريع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام ودعم مناطق سيطرة النظام بمشاريع التعافي المبكر، وكذلك يعني طلبت أن تزيد المواد الداخلية والمساعدات الداخلية عن طريق النظام بشكل آخر عكس ما هو معمول فيه بدخول المساعدات عبر الأراضي التركية. أستاذ زياد، إصرار نظام الأسد على منع دخول المساعدات الإنسانية من المعابر غير الخاضعة لسيطرته وأيضا حصرها بتلك التابعة له، ولكن يعني هل هناك ثقة من قبل المنظمات الدولية بالنظام السوري لإدخال المساعدات لمناطق المعارضة؟ تعتقد ذلك؟
لا يعني الجميع يعلم أن المساعدات التي تدخل عن طريق نظام الأسد يتم سرقتها، وأكبر مثال على ذلك المساعدات التي دخلت إبان حدوث الزلزال، فهذه المساعدات لم يصل إلى المحتاجين منها إلا النذر القليل، وبيعت في الأسواق والأسواق كانت عامرة بهذه المساعدات. لذلك كل المنظمات الداعمة والمساعدات والدول التي تقدم مساعدات لضحايا العنف في سوريا وضحايا إجرام النظام لا تثق بدخول المساعدات عبر النظام، لأنه بشكل بسيط سيسرقها ويبيعها إلى المواطنين ويستفيد من أثمانها. فكل الدول لا تثق إطلاقا بدخول المساعدات عبر النظام، لذلك يحاولون قدر الإمكان أن تتم إدخال المساعدات عبر المنافذ الحدودية التي لا يسيطر عليها النظام. أستاذ زياد، قبيل ساعات من بحث مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إدخال المساعدات، قصفت القوات الروسية وأيضا قوات النظام جسر الشغور في إدلب. هذا القصف هل يحمل رسائل معينة ولمن تحديدا أستاذ زياد؟ يعني يحمل رسائل إلى كل العالم بأننا ماضون في معاقبة الشعب السوري وفي قتل الشعب السوري، وأننا موجودون وبإمكاننا أن نفعل المزيد. فهم دائما وخاصة الروس يحاولون قدر الإمكان أن يقولوا للعالم، خاصة عندما حدثت الحرب في أوكرانيا واعتقد العالم بأن حربهم في أوكرانيا ستثنيهم عن ممارسة الإجرام في سوريا، يريدون إيصال رسالة للعالم أننا ما زلنا موجودون في سوريا وما زال قوتنا في سوريا قادرة على فعل المزيد. فهي رسالة إلى العالم بأننا ما زلنا متماسكين وما زلنا مصرين على تنفيذ مشروعنا في سوريا. أستاذ زياد، في سؤال جدلي، يعني إذا قررت روسيا والنظام السوري يوما ما منع تمديد آلية إيصال المساعدات إلى الشمال السوري، ماذا سيحدث وهل هذا السيناريو يعني وارد الحدوث في المستقبل؟ يعني وارد الحدوث بشكل أكيد، لأن روسيا تمتلك حق النقد في مجلس الأمن، والمساعدات يتم إدخالها عن طريق التصويت في مجلس الأمن، يتخذ القرار عن طريق التصويت في مجلس الأمن. فإذا استخدمت روسيا حق النقض في إمكان هذه المساعدات أن لا تدخل، وإذا حصل ذلك فهي كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. كما يعلم الجميع أن هنالك تقريبا 4 ملايين إنسان سوري في هذه المنطقة الصغيرة المحصورة، وكلهم بحاجة إلى المساعدات. فإذا ما قطعت هذه المساعدات فهذه كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. عبر سكان من لندن، الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد، شكرا جزيلا لكم.